عندما طالب زيلينسكي الغرب بنفس ما قام به من أجل إسرائيل، خرجت ديفنس إكسبريس الأوكرانية للتذكير بما قام به الجيش المصري بطائرات تيو 16 وصواريخ الكي أس آر، وتساءلت لماذا التذكير بهذا التاريخ؟ في هذه القصة يمكن الإشارة إلى الخاصية التاريخية لهذا التحدي بالشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الماضي. هناك إشارة إلى الهجوم الكثيف لليلة 14 من أبريل 2024، حيث أطلق 300 درون انتحاري وصاروخ اعتراضي وباليستي ليقول الإيراني الحساب انتهى. بعد هذا القصف الطرفان يتبادلان فقط التهديدات اللفظية. هذا شيء طبيعي بالنسبة لنا جميعا مقارنة مع الحرب الشاملة ضدنا من فيدرالية روسيا. بالنسبة لما لاحظناه من أحداث في الشرق الأوسط، فإن ما كان في ليلة 14 من أبريل يعد في الواقع تصعيدا كبيرا تحاول كل الأطراف أن تجد له جوابا. لنبدأ، يمكن أن نقول أن 300 صاروخ ودرون في تلك الليلة هو نفس ما أطلقه الحوثي اليمني في 6 أشهر ضد السفن في البحر الأحمر. بعبارة أخرى، إن نظرنا إلى ذلك فإيران في هذه القصة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الإطلاق المتزامن للتدمير البعيد المدى ضد عدوها، بعيدا عن مختلف قوات الوكلاء. بالنسبة لإسرائيل نفسها، هذه الضربة الواسعة من الأسلحة البعيدة المدى، بعيدا عن صواريخ حماس وحزب الله في ليلة 14 من أبريل 2024، قد تعد الأهم في 75 سنة من تاريخها ووجودها، ولا تعمل مقارنة مع ضربات بعيدة المدى في حروب القرن العشرين. على سبيل المثال، مقال ديفنس إكسبريس تحدث عن حرب أكتوبر 1973 التي بحث فيها عن وسائل لاعتراض الطائرات الثقيلة التيو 16 لسلاح الجو المصري من الاتحاد السوفيتي. هذه المقاتلات نقلت صواريخ كروز كي اس ار 2 وكي اس ار 11 من الجيل الاول بسرعه 1200 كيلومتر في الساعه وبمدى يصل الى 200 كيلومتر. في 16 يوما لهذه الحرب، مصر اطلقت 25 صاروخا ضد البنية التحتية الإسرائيلية، أسقط منها 20 بفعل الحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية، والخمسة الآخرين أصابوا رادارين ومستودعا لوجستيا. وفي هذه الحالة، الصواريخ الاعتراضية السوفيتية من طراز الكي أس آر لم تكن مستقرة وبشكل كبير أمام تأثير الحرب الإلكترونية، وإن كانت لها أبعاد ملحوظة كحالة 8 أمتار طول جسمها، وهو ما بسط إسقاط الكي آر. القراء النبهاء يعرفون الآن لماذا لم نأخذ المثال بإسقاط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لصواريخ إسكاد العراقية في عاصفة الصحراء ضد صدام حسين. نذكر في هذه الفترة أن 18 صاروخا أطلق على إسرائيل اعترض منها 40%. وهذه القصة التي دفعت إلى دخول إسرائيل في أنظمة الدفاع الجوي على مستويات متعددة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الأمر يتعلق إذن بالإطلاق الكمي، 300 صاروخ ودرون إطلاق بعيد المدى، 300 إطلاق بعيد المدى، وفي 1973 25 إطلاق بعيد المدى، وفي حرب عاصفة الصحراء 18 إطلاقا. إذن الأمر هنا محدد بهذه الزاوية. في هذه اللحظة
وأمام رغبة في محاولة هضم. لماذا 300؟ قد يكون الوضع التكتيكي واضحا للغاية بخصوص التشويش الذي حدث من أجل إيصال الفرد صوتي مباشرة إلى قاعدتين تورطتا في الهجوم، هجوم القنصلية، قنصلية إيران في دمشق. إذن لدينا هذه المناورة، ولكن حالة الإطلاق على العموم هي حالة كبرى. هذا الذي يناقشه الآن أولا الأوكراني، لماذا على وجه التحديد هذا ما طرحه زيلينسكي، لماذا ليس نحن، لماذا إسرائيل وليس نحن؟ هذه مسألة أساسية ومركزية. من جهة أولى، فخارطة العالم منذ الحرب الباردة لا تزال سارية في العقلية اليوم، فرغم التمدد الذي يحدثه الأمريكي في أوروبا، في شرق أوروبا، فهو لا يزال مع خطوط 1945 وتقسيم ألمانيا، فكل هذا أمر عادي للغاية. فروسيا وأوراسيا في العقلية الغربية لا تزال نتيجة 1945، ولا تزال الهياكل كلها لعام 1945، والتمدد الذي يحدثه الأمريكي ليس إلا انتصارا لقوته وليس تغييرا في الخارطة، تكريسا لما تريده هذه القوة. إذن لدينا هذا التصور الأول. التصور الثاني، أن الشرق الأوسط أهم بكثير من أوروبا الشرقية، وهذا أمر عادي جدا. المياه الساخنة للبحر الأبيض المتوسط هي الحاسمة في كل صراع جيوسياسي وفي أي خارطة قادمة، هذا أمر واقعي. لماذا تحديدا؟ ليس فقط لأن التاريخ ولد هناك، وليس فقط لأن الأمر يتعلق بمهد حضارة لا يزال إلى الآن متواصلا، وإنما بفعل أهم شيء. أولا، الخارطة التاريخية التي يذكر بها التلمود والصراع بين الأديان السماوية إلى آخره، فهذا في نظر البعض جزء لا يتجزأ من خارطة الصراع، لكن أهم من كل ذلك هناك النفط وهناك الغاز. إذن الأمر هنا دقيق جدا، لا يزال العالم يحتاج إلى هذا النفط وهذا الغاز، وهو الذي يعتبر بمثابة الدورة الدموية لكل هذه الأرض، لكل هذا الكوكب. هذا معناه أن الأمر يتجاوز وبشكل هائل التصورات التي يمكن أن يضعها على وجه التحديد إبعاد الشرق الأوسط من رسم الخارطة القادمة. لا يمكن أن تمر أي خارطة قادمة للعالم إلا من خلال الشرق الأوسط. الحسم في الشرق الأوسط ويكون آنذاك انعكاس لخارطة العالم، لكن دون الحسم في الشرق الأوسط فكل صراع جانبي سيؤدي مرة أخرى في حال الوصول إلى خارطة العالم إلى العودة إلى الشرق الأوسط والحسم بهذا الاتجاه. المسألة الأخطر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ الأسبوع الماضي ومرورا ب 1973 ب25 صاروخ و18 صاروخ في 1990، كل هذا يضعنا أمام إشكال حقيقي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية متورطة مباشرة في كل حروب إسرائيل. الأمر لا يتعلق أبدا بإسرائيل، لا علاقة لإسقاط الدرونات كلها بإسرائيل، لا علاقة لإسرائيل برد ما يصور الآن مع المجندة وأمامنا صاروخ باليستي هائل. لماذا لم ينفجر الوضع؟ الحرب الإلكترونية، هذا أمر عادي جدا. ما تجاوز ليس سوى الصواريخ الفرد صوتية، وهناك أكثر من صاروخ. هذا الذي يريد تأكيده أكثر من طرف،
أن صواريخ باليستية وصلت إلى أهدافها، هذا هو الأمر المؤكد. صحيح على أن الضربات كانت خارج الوضع المألوف، وكان يحاول الأمريكي تمرير ضرب شاهد 136 لجعل هذه الوضعية هي السائدة باتجاه الكراز وباتجاه الصواريخ البالستية، لكن واقع الحال الأمر يتجاوز ذلك، يتجاوز إلى أن الصواريخ البالستية لو نزلت الصورة التي ظهرت للجميع ونشرها الجيش الإسرائيلي بخصوص ما كان يدبره الإيراني. صحيح على أن الأمر ذهب بعيدا بالنسبة للتفجيرات، أن هناك مناطق في الصحراء، هناك مناطق لتحرك الجنود، هناك انسحابات من القواعد، كل هذا أمر معروف. أما بالنسبة لحالات الإصابة، فبالنسبة لإيران لم تكن تقذف من أجل ألا يصل أو من أجل أن تقوم بالتمثيلية التي يذكرها العرب ويذكرها شعب آخر. إذن كل ما نراه الآن أن هناك قصد مباشر في الوصول إلى الأهداف، وكانت الأهداف عسكرية 100%، والدليل هو ما كشفته تماما المخابرات الأمريكية بخصوص، أولا بالنسبة لنيفاتيم وغيرها، نقل مباشرة كل ما يتعلق باللوجستيك إلى تحت الأرض. إذن أول خاصية ل 12 يوم أن إسرائيل حاولت أن تضع لنفسها يوم القيامة، وطارت بجناح صهيون خارج الغلاف الجوي، وأيضا طارت بأجهزة أخرى. مهم جدا بالنسبة إليها أن كل اللوجستيك أعيد مباشرة إلى ما تحت الأرض، وهنا إلى المستودعات تحت أرضية، وهذا الاكتشاف الأول الأساسي في كل ما يجري. مثلا في نيفاتيم ضربت 3 مستودعات، هذه المستودعات كلها دمرت، وأين ذهب ما فيها؟ كله كان تحت الأرض. إذن المسألة هنا كانت دقيقة للغاية. بالنسبة للأجهزة الإلكترونية في حرمون مثلا، كانت نسبة 75% قد نقلت إلى مقرات أخرى تحت أرضية أيضا. إذن كان الاكتشاف الأساسي أن إسرائيل كما لديها ملاجئ لشعبها، لديها ملاجئ لأسلحتها، وهذا مهم للغاية. المسألة الثانية أن ما أطلقته إيران، أطلقت صواريخ باليستية بعضها لم ينفجر، وهذا أمر مؤكد. إذن حالة الاعتراض التي قال بها الإسرائيلي بهذه النسب 99% ليست مسألة دقيقة، هي كانت في حدود الدرونات فتحولت إلى ما عدا ذلك. إذن بالنسبة لشاهد 136 يصل الإسقاط إلى مثل هذه النسب، لكن هذه النسب رفعت بشكل كبير جدا بخصوص 99% ليعطي الأمريكي لنفسه أنه يمكن أن يصل إلى حدود إبعاد الدرونات الإيرانية بشكل كامل، فيما وصلت إلى حدود 80%، ولا يريد أن يظهر الأمريكي على نفس ما عليه الأوكراني، وهذا الذي أثار الأوكراني، لأن النسب التي تعطى هناك تحاول جهد الإمكان أمريكا أن تسوق 80% 87%، وللمدة الأخيرة في 2024 يحاول أن يصل الأمريكي إلى حدود 87-90%، كان من الضروري أن يصل إلى 99%، فهذه نسب من الضروري أن تكون ضمن البروباغندا والحرب النفسية. وعلى العموم الآن فإن شاهد 136 وأمام أحزمة متعددة، نحن نتحدث عن 60 موقعا قابلا لإطلاق دفاعات جوية
أو إسقاطات جوية عبر الطائرات 60 موقعا ما بين إيران وإسرائيل. 60 موقع كان في حالة طوارئ من إيران وباتجاه إسرائيل. وفي هذه المواقع وفي 60 موقعا فمعدل التفعيل مع حالة الإطلاق والأرلي بيرك، نحن نتحدث عن 7 من الأرلي بيرك، وحالة الإسقاط البحري الموجه في الشواطئ فقط والسواحل الإسرائيلية إلى حدود ما بين 12 موقع، ومن داخل إسرائيل بالقواعد المؤهلة وهي أمريكية عبر سينتكوم، فإن المواقع التي تضاف إلى البحرية فنحن نتحدث عن 78 موقع إطلاق. 78 موقع إطلاق بمعدل يصل بما بين 3 إلى 4 أهداف بخصوص شاهد 136. نحن لا نتحدث عن البقية، البقية هذا معناه أن درجة الفعل الأمريكي منخفضة مع درجة الكثافة، والكثافة التي اختارتها إيران اختارتها على أساس كثافة الصد. فطهران أخذت على عاتقها أن الأمر بمعدلات بين 3 إلى 4، ولذلك فهذا الإطلاق إطلاق عادي أمام الكثافة نفسها، يعني بالعد الطبيعي الذي حدث بين كروز وما بين البالستي والدرونات. وهنا نتحدث بشكل مباشر عن نجاح بالنسبة للإطلاق في حدود 3 إلى 4. في الاتجاه الآخر وأمامنا في روسيا فشاهد 136 التي طورت إلى جيرانيوم 2 سنرى على أن هناك حالات الإطلاق في حدود 5 إلى 6، وما حدث في الشرق الأوسط كان ما بين 3 إلى 4 للإشارة فقط، هذه لضبط المسألة على وجه دقيق. وهنا نتحدث عن آخر تكنولوجيا استخدمت بما فيها الدفاعات، نحن لا نتحدث عن ثاد التي شاركت في هذه العملية. وهنا خلاصة أساسية ومركزية وحاسمة ستعطى لكل من الصين وروسيا. ثاد آخر ما لدى الأمريكي استخدم ضد الفرط الصوتي الإيراني ولم يستطع أن يسقط الفرط الصوتي الإيراني، فحسم أمر الفرط الصوتي مع الصين وروسيا. إذن أهم ما قامت به إيران أن تجربة ثاد ضد هذه الصواريخ الفرط صوتية. وهنا نطرح سؤالا أخطر من ذلك، هل المماثل للإبرسونيك، هل الصواريخ المماثلة للإبرسونيك هل لديها نفس الفعالية، يعني لديها نفس الإطلاق بالغلاف إلى آخره ثم من داخل الغلاف كحادثة مثلا خيبر 16 مخ خارج الغلاف 8 من داخله إلى آخره، هل مثل هذا المماثل هل ثاد يتعامل معه؟ يتعامل معه بفشل ببساطة شديدة. هنا نأتي إلى الفرنسيين الذين يستدعون فورا أمام صواريخهم التي أثبتها بطريقة ما ليس أبدا ما أسقطوه من كينجل عبر الـ SMPT، هذا الإسقاط ناتج عن جو أرض، يعني أن الأمر يتعلق بحالة أن تكون الطائرة من خارج الغلاف، أي أن هذه الطائرة ومن مدى من المدى الذي تقصف به، عندما وجدنا الفرط صوتي ينطلق أرض أرض اختلف الوضع نهائيا، وبالتالي فإن ثاد الآن لا يستطيع أن يقوم بشيء. هذا هو التطور الأساسي. أرض أرض خلق إشكالا كبيرا، لأن الفرط الصوتي الذي لدى روسيا والذي استخدم هو من التيو 95 بشكل كامل، وأيضا من الميج 31 كي كينجن، وفي الحالتين معا
فإن حالة الإطلاق تمت جو أرض، في هذه هناك إمكانية إسقاط، لكن مع الوصول إلى 16 بشكل واقعي، لأن عندما نطلق الصاروخ فإنه يمر إلى الغلاف، إلى ما بعد الغلاف، وما بعد الغلاف يتكون فيه السرعة غير قابلة مع مسألة أخرى، مع إطلاق آخر. لذلك فالصاروخ مع حالة إطلاقه بذاته من دون طائرة كحالة الإطلاق أرض أرض أعطى الامتياز للصواريخ الإيرانية. لهذا فثاد أساسا مع هذه الصواريخ الفرد صوتية فاشل. هذا هو التطور الحاسم الذي قطع مع كل ما يجري الآن، وهذا الذي دفع مباشرة إيران أن تؤكد أن ردها سيكون حاسما. والتخوف كله الإسرائيلي في هذه النقطة، رغم أن أمريكا تريد أن تجرب ثاد مع إسرائيل وتريد أن تتملص كي تحمي قواعدها، ولكن في نفس الوقت هي لا تمنع من تجربة ثاد للمرة الثانية ضد الصواريخ الفرد الصوتية للحسم في هذه النتيجة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.